بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم طاب مساكم يا أهل الديرة الطيبين المحبين المتسامحين المتآلفين الودودين عسى رب إن شاء الله يحفظ هالديرة بأميرها وشعبها قولوا آمين رب العالمين كالعادة يا أهل الديرة المقدمة قولوا لي لا تطولين فيها المخرج بفتن عليك يا اسامه. كالعاده المقدمه وخاتمه الحلقه هي لي ما لها علاقه في الضيف او الضيفه اللي راح يجي، إيه. دائما انا احب اسولف معاكم وتعودتوا علي كل يوم نتكلم بشيء بسيط. اليوم راح نتكلم يا اهل الديره عن موضوع طلع عن طريق وسائل مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك والواتساب وعن طريق الوسائل الإعلامية منها المقروءة اللي هو بنتكلم عنه المال السياسي بدوا بدت حسب ما تتبعت الأخبار في الدائرة الثانية والدائرة الثالثة كثر؟ ليش معنى هالدائرتين بالذات حاليا طلع عنهم الحكي شراء الاصوات اللي هو يقولون في شنط نسائيه ماركه و 3000 دينار ونص بدت يعني التحرك انا في في الصحف اجتمعت وزاره الداخليه اليوم بامر من وزير الداخليه الشيخ احمد حمود الصباح وشكلوا فرق عمل برئاسة اللواء محمود الدوسري الفرق متشكلة هذه يهل الديرة من جمعية الصحفيين ومن جمعية الشفافية بالإضافة إلى لجنة من الداخلية شنو شغلتهم؟ شغلتهم يتابعون ويرصدون الجرائم المتعلقة بشراء أصوات الناخبين خوش كلام وخوش حكي الله يوفقهم إن شاء الله نتمنى إن شاء الله يعني يتابعون ويرصدون هالظاهرة هذه اللي هي تفسد نزاهه الانتخابات في كل انتخاب اذا منص... لازم حتى تكون انتخابات حره ونزيهه يهل الديره لابد انه يكون ما في لا شراء الذمم ولا شراء الاصوات ولا المال السياسي ولا فرعيات ولا تشاوريات ولا اخرب <applause> هذا الشيء دور جمعية الشفافية أنا بوقف ودي إن شاء الله في حلقات قادمة أستضيف أحد يمثل جمعية الشفافية يتكلم لنا عن دورهم أنا سمعت أنه في عرض يا أما من الداخلية هذا أنا قريته من تويتر يا أما من الداخلية تم فعلا المعلومة اللي بقولها لكم حقيقة ولا غير صحيحة اللي بلق عن شراء أصوات له مكافأة 5000 دينار، في تقريدة بعد شوي بقرا لكم اياها. فيا اهل الديرة بقول لكم شغلة دير من المرشحين النفوس المريضة بسميهم بين قوسين نفوسهم مريضة. هذولا ما يبول لكم الخير ولا تحطون في ذهنكم انه يبول لكم الخير، لا والله ابدا. اللي يشتري صوتك ويدفع لك فلوس ويستغل حاجتك لأن وين الناس الفقارة المساكين اللي محتاجين الميتين ولا الثلاثمية مع عائلتهم يروحون لهم ويتوجهون لهم اتمنى حق هالعوائل هذه يعني ما شاء الله احنا عندنا دائما بكثر من الاسر المتعففه اتمنى من الاسر المتعففه ان يسدون الابواب ووجوه هذول الناس انا اقول لكم ليش كل مره قاعد تتكرر عندنا العمليه كل ما صار حل مجلس وصار انتخابات تتكرر العملية شراء الأصوات في الدوائر بعد إحنا ليوم اليوم أهل الديرة راح يتم إقفال باب الترشيح يبتدي اللعب اللي تحت الطاولة يا أهل الديرة أنتم مليتوا وايد تصدعتوا وايد تأذيتوا الفلوس تروح تطير لكن أكو كويت نظيفة كويت نزيهة هذا صوتكم الفلوس تبي تروح راح يلكم مرشحين على فكرة ما يعطونكم فلوس وسمعناها قبل يرممون بيوت يسوون ملاحق ي... عيالكم برا يدرسون أتمنى يا أهل الديرة هذه الفلوس طبعا أي واحد مو بس الخمسة آلاف في عقوبة ترى أم في عقوبة قانونية أنا ما عندي إياها حسافة كان طلعتها والله من النت في عقوبة قانونية اللي يطيحون عليه إذا كانت هالخمسة آلاف تبليغ فعلا لا تترددون فيها خيرة بدال ما تحصلوا لكم روح أحد خمسة آلاف حلوين فأرجو رجاء حار عشان لا أطول في المقدمة خليني أدخل على بعض التغريدات بسرعة أقول لكم إياها اليوم عندي تغريدة حق واحد اسمه محمد يقول انا دائما اخذ يوميا اخذ ثلاث اربع خمس تغريدات من تويتر واقولها لكم طول فترة الانتخابات يقول يجب على النائب ان يكون صاحب فكر واستراتيجية معينة يعمل بها وفق القانون وخلال فترة انعقاد المجلس وبنهاية يقوم بتوضيح ما عمل منها أثناء دورة خوش حتشي يا محمد خوش تغريدة عمر الراشد جمعية الشفافية كاتب هو عن جمعية تغريدته جمعية الشفافية خمسة آلاف دينار لكل من يبلغ عن شراء الأصوات حط تعليق طريف شدوا حيلكم يا الربع وإن شاء الله يا رب حيلكم في تغريدة اسمها اصحاب التغريده اصحاب البروفايل مالهم اسمهم نبيها شبابيه هذول حمله طلبه في امريكا في فتره الانتخابات يشجعون الشباب الكويتي لترشح حق مجلس الامه حتى تنعكس رؤى الشباب الكويتي الطموح تحت قبه البرلمان كانت لهم تغريده اخذتها انا منهم كاتبين الحضور الخجول للشباب في الفرعيات هذا الأسبوع تدعو للتفاؤل نحو وعي أكبر لشباب الكويت ومستقبل مشرق لكويتنا الحبيبة في واحد طريف من المغردين السعيدي يقول يوم الحساب ما في والله فلان قردني وقص علي حتى تعليق اختاروا عدل الحين يا أهل الديرة عندنا ضيف مرشح الدائرة الثالثة اللي يحب يشاركني ويسأل الضيف سواء عن طريق تويتر أو عن طريق الاتصالات الوطنية واحد خمسة زين تسعة ثلاثة واحد فيفا خمسة صفر واحد اثنين تسعة نطلع يا أهل الديرة فاصل اللي يحب يشارك الضيف حياها الله رجعنا لكم يا اهل الديره الطيبين المحبين رحبوا بضيفي وضيفكم مرشح الدائره الثالثه السيد فاخر علي القلاف يا ومرحبا فيك سيد شكرا على تلبيه <ترجع> الدعوه <ترجع> ما قصرت سيد انت يعني قبل لا ندخل في الحوار معك عاده لنا نعطي حق اهل الديره اختصار عن السيره الذاتيه Yeah. فيا اهل الديره كالعاده تعودت علي إن ولو انا متاكده هو ترى بصفحه واحده ومختصرها جدا ولكن هي السيره حافله. أه سيد فاخر علي القلاف باحث علوم شرعيه بكالوريوس علوم سياسيه وفلسفه جامعه الكويت 88 89 كاتب ومعد سابق للاخبار السياسيه والبرامج الثقافيه في تلفزيون الكويت مرشح إذاعة سابق نعم إذاعة الكويت إذاعة الكويت في إذاعة الكويت مرشح سابق سنة 2006 حائز على وسام الدولة بالرياضة ما شاء الله عليه السيد الرياضة اللي في السكواش حائز على مجموعة من الألقاب الرياضية كاتب في مدونات ولكن أنا يعني حبيت أعرف شنو أي مدونة قال أنا أكتب مقالات وأنزلها في تويتر عند حساب في تويتر السيد مؤلف مجموعة كتب مخطوطة مخطوطات مدرس للفلسفة والمنطق والفقه والأصول طلع السيد زميل يعني معانا تخصص الفلسفة ما رح نبعيد الحين التفاهم يكون جدا سلس آه سيد فاخر أنت في 2006 دخلت الانتخابات في الدائرة الثالثة أو الأولى لا ال... 2006 بالثالثة الشعب الدعية نعم الأولى لا لا بالأولى الشعب الدعية الأولى ما اذكر والله بلى مم. وبعدين انسحبت شنو السبب؟ ما انسحب ما انسحب تميت على الليل الاخر صغرت اه للآخر. يعني جبت الرابع مركز الرابع وطلعت في آه. الرابع يعني ما, رابع. رابع. ما انسحبت انا ما انسحبت اوكي أه، شو اللي دفعك الحين سيد ترشح مره ثانيه؟ طبعا انت حضرتك اخو السيد حسين القلاف نعم صحيح النائب السابق نعم. شو اللي دفعك تنزل بالدائب الحين ترشح الان نفسك؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه، واتم التسليم على محمد واله الطيبين الطاهرين. يعني سؤال دائما يتكرر إيه؟ ليش ها في البدايات إيه؟ نعم سبب النزول، طبيعي انه الكل قاعد يطلب التغيير. وانا واحد من الكل نعم وهم ابي التغيير، خصوصا بعد ما انه شفنا الازمات المتكرره والاحتقانات ال متعدده واستقالات الحكومه وحل المجلس واستقالات حكومة وحل المجلس من 2006 الى اليوم واحنا في صراع بين الحكومه والمجلس مو قادرين نطلع من الدائره المفرغه هذه. <applause> في 2006 كان لي نظره وكنت واضح فيها في تحليل الواقع اللي كان موجود في ذاك اليوم وشلون انه نستشرف نستشرف المستقبل وشون راح يصير وتحقق اغلب اللي قلت تحقق وهذا يقدرون يرجعوا للاخوان. <applause> أنا راح ينزل في الموقع مالي زين هاي المحاضرة والندوة وكنت أقول فيها الفتنة النائمة أو فتنة نائمة وشون أنه مظاهر الفتنة راح شنو راح بعدين تداعياتها راح تصير إذا ما أخذنا موقف معين توقعاتك فهذا كله صار اليوم احنا هم أمام حدث وواقع هم لا تحليل ولا نظرة وبالمستقبل إذا ما أخذنا موقف اليوم واضح منه غيرنا ما راح نظل في نفس الدائرة هذه المغلقة صراع في صراع ما راح ننتهي. نعم. فأعتقد أني أقدر أنا أكون سهيم في التغيير هذا تصور. نعم. أنتم كونكم إخوان يعني النهج مختلف النهج متغير ولا يعني لا حتى أنا يعني دائما السيد حسين القلاف هو مرشح ولكن الحملة الانتخابية ما ألقاك يعني يمه أو معاه أو تدعمه. فنشوف يعني دائما الفاتيح الانتخابيه او الحمله الانتخابيه اللي ينزلها سيد فاخر وايد بعيد عن هالاجواء سيد حسين. يعني هذا ما في متابعه دقيقه للمساله. بالواقع انا من 92 انا كنت اللي ماسك الحمله الانتخابيه مع سيد حسين. ب 92. 92 بعدين اول ما نزل سيد حسين وايامها كنت انا في الاعلام. نعم. أه بعدها ب 96 انا كنت لا انا كنت في الدراسه ما كنت معاه. بس كان في تفاهم وتبادل اراء في 2006 انا نزلت وهو نزل وما في تنسيق طبعا كل واحد لا. احنا اقول لهم احنا نمثل الديمقراطيه باوجها في بيتنا آه. اخوان وكل شيء بس نختلف عادي انا ما عندنا اي مشكله في 2008 انا كنت واقف وياه وانا يمكن ساهمت اعلاميا بعد ما في قضيه الاعلان اللي حطاه و كان لاقى استحسان الكثير اعلان انتخابي وكانت جراه يعني انهم شلون معمم وينزل في اعلان انتخابي واسعه صعبه كانت فكسرنا هذا الحاجز الحمد لله رب العالمين وقدرنا. فكنت معاه في كل هذه المراحل وكنت اساعده وكنت عون له في كثير من الامور هذا لا يعني أنه ما اختلف وياه في كثير من الامور هذا لا يعني إن اشبهه في شكله واشبهه في هذا واختلف معاه في كثير انا اطول منه رياضي. نعم. هو رياضي. هو رياضي. لاعب سكواش. نعم. وكان يلعب بالمنتخب نفس الشيء. نعم. أه سيد فاخر، إحنا دائما نعرف يعني أنا ترى دراستي فلسفة إسلامية دراسات العليا في الإمامية الاثنا عشرية. نعم. فهل يعني ترى الشحك يه من انطلاقة رجوع إلى مرجعية دينية معينة ولا أبي التفسير عادة يدار؟ صحيح. قاويل حول هالموضوع هذا الموضوع